وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم 4/12 أول للعام 2022، معكم في الإعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم خالد نجاس وعبد الله الخطيب. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملية على التردد 99.2 أف أم، وأيضا عبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند، سند استدامة، تطوير وبناء. أن قضية الأسرى دائمة الحضور في وطن، نذكر بأن اليوم الأربعاء هو اليوم 18 لإضراب 50 أسيرا إداريا عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري التعسفي. إلى العناوين في ورقتنا الأولى، وزير الاقتصاد يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية تعزيز التعاون بين البلدين. في ورقتنا الثانية، ارتفعت بنحو 7 شواقل، ما أسباب ارتفاع أسعار البيض في الضفة؟ وفي الثالثة، الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية للتوعية بصياغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية. في الرابعة الأخيرة، إلغاء حفلات الثلاثي جبران الخيرية نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. نبدأ بأولى ملفاتنا في نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وفيها وزير الاقتصاد الوطني يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية تعزيز التعاون. في التفاصيل، بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي ستول مجالات التعاون المشترك، واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفق بيان لوزارة الاقتصاد الوطني مجالات الدعم الأمريكي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتسهيل التجارة والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المياه العادمة، إضافة إلى بحث الخدمات المصرفية الإلكترونية والمشاريع التنموية المنفذة. وخلال الاجتماع أو خلال اللقاء، أكد أهمية دعم مشاريع وبرامج الوزارة الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص من القيام بمهماته في تنمية الاقتصاد الوطني. جانبه، شدد الجانب الأمريكي على أهمية الخطوات الفلسطينية التي تنفذها الوزارة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وكان آخرها إقرار قانون الشركات الذي يتماشى مع التطور التكنولوجي. والجانبان اتفقا في نهاية اللقاء على التنسيق والتعاون المشترك لتطوير علاقات التعاون. ورقتنا
الدقيقتين الثانية والرئيسية في وطن الاقتصادية لهذا النهار ارتفعت بنحو 7 شواقل، فارتفعت أسعار كرتونة البيض في الضفة الغربية بنحو 7 شواقل، فما أسباب هذا الارتفاع؟ شهدت أسعار البيض متابعين الكرام في الأسواق الفلسطينية مؤخراً ارتفاعاً ملموساً مقارنة بما كانت عليه قبل حوالي 2 أسبوع، وارتفعت أسعار طبق البيض كرتونة البيض بنحو 7 شواقل. تباع الكرتونة من زنة 2 كيلوغرام ب 22 شيقل حالياً، بعدما يعني كانت تباع قبل حوالي 2 أسبوع ب 15 شيكل. للمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين. مساء الخير أستاذ عباس، حياك الله. مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمشاهدين لهذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ أهلين. عباس، يعني نبدأ وقبل أن نسأل عن أسباب ارتفاع أسعار البيض، يعني ضعنا أنت بالأسعار الموجودة حاليا في الأسواق. وفقا لموقع الاقتصادي قال بأنها ارتفعت بنحو 7 شواقل، تباع الآن ب 22 شيكل الكرتونة من وزن 2 كيلوغرام. يعني بداية، ما مدى دقة يعني هذه الأرقام الواردة في تقرير الاقتصادي؟ نعم صحيح، للمستهلك قد تصل من 21 إلى 22 شيكل، ولكن طبق البيض من باب المزرعة هو 18 شيكل، وهذا احنا اصلا بننزله كل يوم على صفحتنا في الاتحاد، اللي هو اسعار اطباق البيض واسعار اللحوم الدجاج البياض اللحم على صفحة الاتحاد، يوميا بننزل الاسعار. نعم، سعر طبق البيض من باب المزرعة هو 18 شيكل، وهذا سعر مرتفع صحيح، يعني والمزارع والمزارعين بتوسموا عوضوا الكثير من خساراتهم في السنوات السابقة والاشهر الماضية. هذا يعني سبب ذلك بيعود لأنه أصلاً العرض الآن من البيض في الأسواق هو أقل من الاستهلاك. يعني إحنا في فلسطين نستهلك حوالي من 50 إلى 55 ألف طبق بالبيض، يعني معدل الإنتاج حالياً وصل لحوالي 45 ألف طبق بيض، وهذا بيعني إنه الإنتاج أقل من الاستهلاك، وهذا سببه إلى تراجع عدد مربي الدجاج البياض ومنتجي البيض بسبب الخسارات الكبيرة التي لحقت لها بهم في الفترات الماضية. يعني لحد شهر 7 مثلا، لو عدت لأسعار البيض وطبق البيض بشهر 7 الماضي كانت 7 شيكل من باب المزرعة. من باب المزرعة، على الرغم من إنه أسعار الأعلاف ارتفعت عالميا وارتفعت محليا بارتفاعات جنونية بفعل الكورونا سابقا وبفعل الحرب الروسية الأوكرانية. وصل طن العلف لحوالي 2800 شيكل، وبعض الأحيان 3000 شيكل. هذا زاد من تكاليف الإنتاج، وطبعا زيادة الأسعار التكلفي، والبيع كان بأسعار ما دون التكلفة بحوالي 5 شواقل. هذا سبب خسارات كبيرة عند المزارعين. معظم المزارعين بشهر 7 وشهر 6 الماضي سكروا مزارعهم، يعني اللي مزرعة الدواجن عنده بطلت تنتج، ما جددها ولا جاب عليها دجاج جديد للبيض بفعل الخسارات وعدم القدرة على البقاء والصمود، وبالتالي كثير من المزارع أغلقت وكثير من المزارع بطلوا يربوا، مما تراجع عدد الدجاج البياض المنتج للبيض في فلسطين، وبالتالي صار الإنتاج الإجمالي أقل يعني العرض قليل والاستهلاك ما زال على ما هو. نعم، يعني أنا أفهم منك بأنه صار في خلل كبير أو اعتلال ما بين كل من الطلب والعرض، ولكن يعني أريد أن أستفسر منك عن نقطتين. يعني كنت تقصد بأن المزارعين بشهر 7 يعني توقفوا ما جددوا، أرجو توضيح ذلك، بمعنى أنهم هم الآن خارج يعني دائرة الإنتاج وغير منتجين. صحيح، يعني هناك مزارع الدجاج بتنتج لحد معين، في شهر 7 كثير من دورات الإنتاج بتصل لعند فترة معينة وبتوقف، بصير إما بجددها أو بصومها أو اللي بدك إياه. في شهر 7 اللي مزرعته وقفت عن الإنتاج أو قل إنتاجها مع الخسارات في التكاليف الإنتاج وسعر العلف، يعني هو ببيع طبق البيض بسبعة شيكل وتكلفته عليه 12 شيكل، فبطل بده يخلي. يعني أنا مثلا حكولي مزارعين، إحنا فلتنا دجاجنا في الجبال ما بدنا إياه،
فلتوا بالبراري لأنه أرخص لهم وأربح لهم. لما يكون طبق البيض يكلفه 12 ويبيعه بسبعة في إشكال كبير. هذا إن هناك خسارة كبيرة كبير كبير جدا. خسارة كبيرة ويتحملها المزارع لوحده. وقف هذا النزيف هو بتسريح الدجاجات في البراري أفضل. طيب. تأكل من حشائش الأرض ويأكلها الطير ويأكلها الحيوانات. يعني أفهم بأنه يعني الاستمرار يعني يؤدي إلى خسارة، يعني الاستمرار في الإنتاج هو كان سيؤدي بهذا المزارع إلى الخسارة، وبالتالي هو توقف عن الإنتاج لكي يعني يوقف نزيف الخسارة. عندي استفسار كمان، أنه هل ترى أنه من المنطق الآن، يعني نحن نسمع بأنه الارتفاع خلال أسبوعين كان بحوالي 7 شواقل، وهذا ارتفاع صحيح. مش قليل، هذا ارتفاع يعني ملموس باعتقادي. سؤالي، هل هذا منطقي أنه خلال أسبوعين تقفز الأسعار من 15 و17 ل 21 و20 بتقديرك؟ هل هذا منطقي؟ بالوضع الطبيعي غير منطقي، لأنه هذا بيضيف على كاهل المستهلك فاتورة الشراء المرتفعة، خاصة في صنف أساسي في البيت اللي هو البيض. ولكن السؤال، هذا القطاع يتخبط منذ سنوات يتخبط ويحتاج إلى تنظيم، ومن آليات تنظيم الاستراتيجي كان مطلبين. المطلب الأول وكنا قد قدمناه للحكومة هو ما يسمى بالأسعار العادلة، الحد الأدنى للسعر والحد الأعلى للسعر. الحد الأدنى للمنتج اللي هو ما ينزل عن التكلفة، والحد الأعلى بالسعر حماية للمستهلك. وكلنا قد طلبنا أن يتم تبني هذا المطلب وتطبيقه والرقابة عليه، بحيث أن يكون المنتج محميا والمستهلك محميا. تماما. يعني لو أقاطعك أنا قليلا هنا أستاذ عباس، واسمح لي بهذه المقاطعة، بمعنى أنه نحن بفارق شهرين، يعني هو كان في شهر 7 ما قبل شهرين على سبيل المثال كان المزارع من يصرخ لإيقاف نزيفه، والآن المستهلك من يصرخ يعني لأنه غير قادر على استيعاب وعلى يعني التعامل مع هذه القفزة في أسعار يعني كرتونة البيض، ونحن ندرك بأنها يعني هي أساسية على المائدة وأساسية في المنازل بالبلد. حتى ما يضل المنتج يصرخ ولا المستهلك يصرخ، كل شوي مرة واحد فيهم يصرخ ومرة واحد فيهم يتألم. يجب تنظيم هذا القطاع بشكل استراتيجي عبر تدخلين. التدخل الأول يكمن في التوقيع على قانون المجالس الزراعية، ومنها مجلس الدواجن، وهذا القانون يعني انتهى بالقراءات الثلاث وتمت المسابقة عليه منا كاتحادات وصادقت عليه الحكومة، والآن هو على مكتب فخامة الرئيس للمسابقة النهائية عليه. نتمنى عبر برنامج وبنعمل مناشدة للرئيس أنه يوقع على هذا القانون حتى يتم تنظيم مش بس قطاع الدواجن في فلسطين وباقي القطاعات الأخرى، لأن المجالس الزراعية حتنظم كل القطاعات. اليوم تبعون البيض بصيحه، بعدين المستهلك بصيح، بكرة تبعون الدجاج اللاحم بصيحه، اللي بعديها المستهلك بصيح، بعدين تبع البطاطا بصيح، وبعدين تبع العنب بصيح، وهي تبع الزيتون والزيت قاعد بصيح بسبب الإغراق والتهريب في الزيت. فما الذي ينظم؟ نحتاج إلى مجالس تخصصية لتنظيم هذه القطاعات، وهناك هذا القانون جاهز وتم مناقشته في الحكومة وصودق عليه مجلس الوزراء ورفع للسيد الرئيس. نتمنى إنه السيد الرئيس صادق على هذا القانون. هذا القانون لما يتصادق عليه بيصير مجلس الدواجن رسمي بيشتغل بآليات واستراتيجيات تنظيمية لضبط كميات وإيقاع تسويق وإنتاج البيض وتسويقه في الأسواق المحلية، وبيحفظ الحد الأدنى والحد الأعلى للسعر. مدعوم بقرارات من الحكومة اللي هي تعمل الحد بحدود الدنيا للأسعار ما ينزل عن سعر التكلفة، وبحد الأعلى ما يزيد عن سعر اللي ما يقدر فيه المستهلك يشتري كرتونة البيض، واللي هي رأيي 5 إذا بتكلف كرتونة البيض 12 شيكل بكفي تصل للمستهلك بـ 15 مثلا بيئة. نعم. بما يضمن يعني أن يكون سعرا عادلا، بما يضمن نعم وما بينهما هو التنافس ما بين التجار، يعني بنضلنا محافظين على التنافسية في التجارة السوق المفتوح، وبنحافظ على المستهلك البسيط اللي غير قادر على الشراء، بالتالي انه ما تكون فاتوره مشترياته عاليه، وبنحمي المنتج المزارع اللي بيحمي امننا الغذائي عبر الانتاج، انه كمان ما يطلع من مربع الانتاج زي ما بصير فيه اليوم.
روحوا سكر المزارع وروحوا، بكرة تعود الدجاج اللاحم بشكل المزارع وروحوا، بنصير إحنا مربوط أمن الغذائي بالغير. وبالتالي الحل يكمن كما قلت لك بأن يكون عندنا مجالس زراعية تخصصية، ويتم المصادقة على هذا القانون حتى يبدأ كل قطاع بتنظيم نفسه ضمن مظلات الاتحادات ومظلات الحكومي، الأمر الذي لا يجعل هذه الأزمة تتكرر مستقبلا، وإلا سنبقى نصرخ في كل مرة وفي كل يوم وفي كل أسبوع، كل مرة حدا شكل أوريدي ومرة من المنتج. نعم. بتقديرك أستاذ عباس، بما أنه هو مستوفى بالقراءات الثلاث، يعني بتقديرك ما الذي يعطل المصادقة عليه؟ ما هو سبب يعني عدم المصادقة والله عليه؟ أنا سألت حالي هذا السؤال 20 مرة يا أختي رش، سألت حالي هذا السؤال 20 مرة، بما أنه الحكومة نفسها صادقت عليه ووافقت عليه، وكل القطاعات الحكومية والوزارات ذات العلاقة راجعت هذا القانون بكل القراءات وحطت تعليقاتها عليه، وأصبح جاهزا مستوفى كل الشروط. وأقول لك وكمان هذا القانون تم بالشراكة مع الاتحادات، يعني حتى الاتحادات اللي بتنظم هذا القطاع حطت آراءها فيه، وبالعكس نظمناه إحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة يعني ومع المجالس الزراعية نفسها، يعني كل شيء مستوفى، ما بقي هو توقيع فخامة الرئيس. أنا بستوعب أنه مرقت الأزمة مع المحامين ونقابة المحامين في بعض القرارات بقوانين وتم إلغائها، بس مش معقول ندفع إحنا في الأمن الغذائي والمزارعين ثمن ما حدث سابقا وبالتالي يتعطل أو يتجمد المصادقة على هذا القانون. لا سيما ونحن نتحدث يعني فيما يتعلق بمجلس الدواجن. نعم. فيما يتعلق من برنامجك سيادة الرئيس والمكتب يعني الاستشارات المستشار القانوني عند الرئيس بسرعة الاطلاع على هذا القانون وسرعة إصداره، لأنه بحل معظم مشاكل القطاع الزراعي بشكل استراتيجي وليس ارتجالي وردات فعل. يعني خلينا مرة نكون واضحين مع بعض، هو مجلس الدواجن لن ينظم يعني قصة الكافيار والزعفران، هو رح ينظم قصة البيض والدجاج، وهما يعني أساسيتين وهما يعني حيويتين ومطلوبتين في كل البيوت. مجلس الدواجن بيعمل ضبط لكميات الإنتاج حسب كميات الاستهلاك، بيعمل ضبط لإيقاع تسويق المنتوج حسب الاستهلاك، بيعمل ضبط على الأسعار، بيعمل ضبط على تكاليف المدخلات، بيعمل ضبط على التهريب وبيمنعه كثير من الأشياء. بالتالي يضبط الحالة بشكل عام. طيب نعم. سؤالنا واستفسارنا الأخير أستاذ عباس، واستفسارنا الأخير بما أنه يعني غير واضح بالنسبة لنا إلى متى يعني ستستمر هذه الارتفاعات، هل لديك تقدير لزمن محدد لاستمرارها؟ والله بالاتصالات الميدانية مع المزارعين ومربي الدجاج البياض في البلاد، أنا اتصلت من شمال البلد لجنوبها وقوفا عند هذا الموضوع، لماذا وإلى متى سيستمر. هل هناك بعض المزارعين يبدو يتشجع لما شافوا الأسعار عالية في دخل دجاج صوص لتربية الدجاج البياض، بس هذا لنشوف إنتاجه بالشكل المطلوب بدنا مش أقل من 3 شهور من اليوم. فباعتقادنا رح تظهر هذه الأزمة متقلبة بهاي الطريقة حسب ما يعني قيل لنا من جموع المزارعين والمربين اللي بيعرفوا بهذا القطاع وبيعرفوا قديش في عنا دجاج الآن بياض، يعني متوقع تستمر الأزمة لشهرين أو 3 شهور لقدام، قد لا تكون بنفس الأسعار العالية ولكن قد تبقى فاتورة الشراء بالنسبة للمستهلكين مرتفعة شوية عما هو لازم. وأنا بقول لك بعض المزارعين يعني بيقول خلينا نعوض جزء من خساراتنا السابقة ونسد مديونيتنا للمصانع، معظمهم بربوا مشان يسكروا مديونية الأعلاف لمصانع الأعلاف. نعم. يعني أنا إلى هنا أشكرك الأستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك. مرة أخرى متابعينا الكرام نشير إلى أن أسعار طبق البيض بوزن 2 كيلوغرام يعني سجل ووصل إلى 22 شيكلا، بينما كانت تباع قبل حوالي أسبوعين ب 17 شيكلا فقط. بالنسبة لطبق البيض من وزن كيلو ونصف يباع الآن ب 15 إلى 17 شيكل يعني تقريبا. أيضا تم تداول بعض يعني الأرقام وبعض الأسعار على يعني صفحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر من يعني أكثر من صفحة تداولت بأن بعض المحلات التجارية الكبرى في مدينة رام الله تبيع كرتونة البيض من وزن 2 كيلوغرام ب 25 شيكل.
قبل الانتقال إلى الورقة الثالثة في نشرة وطن الاقتصادية، هذا يضعنا أمام سؤال كبير ومهم وملح أيضا حول تنظيم قطاع الدواجن في فلسطين. الثالثة وفيها الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية لتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية، وذلك في إطار جهوده التوعوية وجهوده للتوعية بالخدمات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص. تم تنظيم ندوة حوارية حول صيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية في الظاهرية، وافتتحت الندوة بحضور عميد الكلية الدكتور خالد سراحنة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الجنوب خالد جبرين ومدير الغرفة ماجد أبو شرخ، فيما حضر من جانب البنك عضو هيئة الرقابة الشرعية دكتور أيمن جواليس ومدير منطقة الجنوب نزار بالي وعدد من مدراء الدوائر والفروع، إلى جانب عدد من الشخصيات الاعتبارية والتجار. أيضا في هذه الندوة أكدت كلية الدعوة عبر الدكتور سراحنة أهمية التوعية بالصيرفة الإسلامية والخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون ما بين هذه المؤسسات المالية والمجتمع المحلي وخاصة المؤسسات التعليمية. ومن طرف الإسلامي الفلسطيني قدم عضو هيئة الرقابة في الإسلامي الفلسطيني دكتور أيمن جواليس شرحا حول الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان التزام أعمال البنك وخدماته وأنشطته بأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما تعتمده من مرجعيات على مستوى العالم في مجال الصيرفة الإسلامية. هذا نشير أيضا متابعينا الكرام إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني وعلى لسان مديره العام الدكتور عماد السعدي بيّن أن هذه الجهود التوعوية تأتي بالتوازي مع قيام البنك بابتكار وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته. الرابعة وفي ورقتنا الرابعة إلغاء حفلات الثلاثي جبران الخيرية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين. تفاصيل متابعين الكرام، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين خلال هذه الأيام، لا سيما في القدس وفي نابلس وفي جنين وغيرها من محافظات الوطن، أعلن مستشفى المطلع أوغستا فيكتوريا إلغاء الحفلات الموسيقية الخيرية الثلاث التي كانت مخططة بهدف دعم العيادة المتنقلة التابعة لمستشفى المطلع وتعزيز جهود التوعية لتشجيع النساء الفلسطينيات على أهمية إجراء فحوصات للتأكد من سلامتهن من سرطان الثدي. وفي تفاصيل ذلك أيضا، عبر مستشفى المطلع عن امتنانه لشركائه الثلاثي جبران وجفرة للإنتاج الفني وبنك فلسطين لجهودهم الخيرية، مشيرا يعني إلى أن جميع من قاموا بشراء التذاكر يمكنهم إعادتها والحصول على قيمتها من نفس المكان التي اشتروها منه. أيضا يمكنهم التبرع بقيمة هذه التذاكر التي اشتروها للعيادة المتنقلة إذا رغبوا بذلك، وكانت قيم هذه التذاكر وريعها كان من المقرر أن يعود لدعم جهود التوعية والفحوصات المجانية الخاصة للنساء وتشجيعهن على الفحص للكشف المبكر من سرطان الثدي. توقفوا
الآن عند أسعار صرف العملات كما جاءت مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأربعاء حسب سلطة النقد الفلسطينية، وجاءت على النحو الآتي: الدولار الأمريكي سعر الشراء جاء بثلاث شيكل وستة وخمسين أجورا، وسعر البيع جاء بثلاث شيكل وسبعة وخمسين أجورا. الدينار الأردني سعر الشراء جاء بخمس شيكل و فاصل 0.2 5 شيكل تقريبا، وسعر البيع جاء مماثلا بخمس شيكل أيضا. اليورو الأوروبي سعر الشراء جاء بثلاث شيكل وستة وأربعين أجورا، وسعر البيع جاء مماثلا بثلاث شيكل وستة وأربعين أجورا، ويعني يسجل ارتفاعا بذلك. وأخيرا الجنيه المصري سعر الشراء جاء بثمانتاشر أجورا، وسعر البيع جاء مماثلا بثمانتاشر أجورا أيضا. الختام متابعينا الكرام، أعود وأذكر بالعناوين: وزير الاقتصاد يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية تعزيز التعاون بين البلدين. وفي ملفنا الرئيسي تابعنا بالمزيد أسباب ارتفاع أسعار البيض في الضفة الغربية، حيث ارتفعت كرتونة البيض بنحو سبعة شواقل في الفترة الأخيرة. الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية للتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية. وفي الرابعة الأخيرة، إلغاء حفلات الثلاثي جبران الخيرية نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين. إلى هنا انتهت نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. متابعينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة الرابعة حتى الرابعة والنصف على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.